تأسست شركة النعمان العامة في منتصف الثمانينات من القرن الماضي كمصنع مستقل، بعد ذلك تم دمجه مع شركة النداء في منتصف التسعينيات. وتختص شركة النعمان بإنتاج منظومات الري بالتنقيط والأنابيب البلاستيكية. تعرضت شركة النعمان إلى عمليات سلب ونهب بعد عام 2003، ونتيجة لتضافر الجهود من قبل وزارة الصناعة والمعادن العراقية، تم توفير المستلزمات المطلوبة لإعادة الحياة إلى شركة النعمان ودخولها السوق العراقي كشركة متخصصة بتقنيات الري الحديث. كفكرة عامة عن منظومات الري الحديثة وخاصة ري بالتنقيط اللي هي شركتنا شركة النعمان تنفرد بها، أنها توفر أكثر من 50 إلى 60% من الماء المطلوب للنبات. يعني الري السيحي إذا أنت تصرف متر مكعب بالري بالتنقيط تصرف 40% إلى 50% فقط من هذا. فهذه النقطة هي جوهر الحاجة للمزارعين، إلى خاصة في هذه الفترة اللي يمر بها العراق في شحة المياه، إضافة إلى أنها تمنع الملوحة بالأراضي، لأنه الماء السيحي يؤدي إلى أغراق الأراضي وبالتالي التبخر يؤدي إلى شسمه، وأيضا العقلانية في استخدام الأسمدة، حيث أن الأسمدة راح تذهب إلى فقط للنبات، لأنه بالري السيحي تسقي أراضي قسم معتها غير مزروعة، بينما هنا راح يكون فقط للنبات. والمنتوجات خاصة اللي تنتج بأراضي مزروعة بالري بالتنقيط دائما الناتج مالتها يكون شبه متساوي. الكوادر العامة في شركة النعمان هي حدود 825 منتسب كإدارة وفنية، معظمهم الفنيين. المتخصصين في حقل البلاستيك وإنتاج البلاستيك كان قبل أعدادهم ما يتجاوز 50 الآن، لأنه كان جزء من نشاط الشركة جزء بسيط، الآن هو الجزء الأكبر من نشاط الشركة. فحولنا هواية من الكوادر عن طريق دورات تأهيلية، تدريب بالموقع، قسم معدة تدريب خارج العراق، حولناها إلى اختصاصات البلاستيك سواء هندسية أو مشغلين وفنيين. أكثر وزارة أو جهة هي الجهة، يعني احنا نخدم القطاع الزراعي، فوزارة الزراعة احنا نجهز كل ما صار مجال إلى تجهيز عقود عن طريق التجهيزات الزراعية أو عن طريق بشكل مباشر. جهزنا هيئة النخيل بعدد كبير من المنظومات، والآن عندنا عقود مع زراعة المحافظات لتجهيز أيضا منظومات للمزارعين. الآن الشركة هي تعاني من التسويق، تعاني من التسويق هذا، لكن الحاجة للري بالتنقيط هي كبيرة جدا حسب المؤشرات اللي توفر لنا من الجهات التخطيطية والجهات الزراعية، وراح تزداد بشكل كبير. لكن ثقافة الري بالتنقيط أو حتى الري بالرش ما منتشرة بشكل مثل ما موجودة في بلدان المجاورة في الأردن. في الآن حتى شركتنا راح تساهم في مجال جديد، أنه هي راح تفتح دورات
مجانيا المزارعين. شركة النعمان العامة تكون من قسمين الإنتاجية الرئيسية اللي هو قسم الصناعات البلاستيكية وقسم التشغيل الميكانيكي. قسمنا قسم التشغيل الميكانيكي يتكون من 6 شعب رئيسية اللي هي شعبة الخراطة الاعتيادية تحتوي على عدة مكائن خراطة أوتوماتيك كورنات، وشعبة النوابض تحتوي على نوابض مكائن لإنتاج نوابض الدفع ونوابض السحب، وكذلك أفران حرارية للمعاملات الحرارية للتقسية والتصليد، وكذلك نستخدمها للنوابض. عندنا شعبة اللي هي شعبة التفريز تتكون من مكائن تفريز ودريلات ومكائن خراطة اعتيادية. شعبة التفريز بيها مكائن تفريز أوتوماتيكية ومكائن تفريز تقليدية اعتيادية. عندنا عقود ويا وزارة النفط وانتجنا واقية وقاعدة لحنينة الغاز، وكذلك ويا الشركة العامة للصناعات الجلدية ونوابض حقيقة انتجنا للشركة العامة للصناعات الكهربائية لمضخة الماء. نوابض دفع تدخل في صناعة مضخة الماء الواتر بام المبردة. قسم الحدادة واللحام التابع إلى قسم الصناعات المعدنية، مختص بتصنيع الأجزاء المعدنية لمنظومة الري بالتنقيط الخاصة بشركة النعمان. هذا القسم عندنا فلتر الهيدروسايكلون، أحد الأقسام هسه اللي بدينا نطور بها جزء من المنظومة، وهو فلتر الهيدروسايكلون. هذا إنتاج حديث بالنسبة ويدخل لأول مرة بالعراق، بدينا إحنا نصنعه هسه في شركة النعمان. اقتصادي بالماء، اقتصادي بكل الأجزاء اللي تخص المنظومة، وتقلل الهدر بصرف الماء للفلاح. قسمنا قسم الصناعات البلاستيكية، قسم متكون من شعبتين، شعبة البثق وشعبة الحق. شعبة البثق إنتاج الأناديب البلاستيكية متخصصة. عندنا المكان مستوردة خصيصا، عندنا صينية وعندنا مكان أجنبية قديمة. الأقطار المستخدمة من 20 ملم نستخدم إلى 4 إنش الأناديب المستخدمة حسب طلب النوية حجم منظومات الأنابيب الموجودة بها، أبو 4 إنج، أبو 3 إنج، أبو 2، كذلك لل 20 ملم. وعندنا مكان مكونة يسمونها أنابيب الجيار، هاي الداخلة تكون مكونة من منقطة جيار، هاي هم نستخدمها خلال منظومات الري بالتنقيط. معدل إنتاجنا اليومي 4000 متر يعني باليوم أنابيب. وشعبة الحقل متكون يعني تنتج الفتنجات المكملة للمنظومة الري بالتنقيط، من تقسيمها بالثلاثة، تقسيمها بالاثنين، تقسيمها يعني كل القياسات الموجودة. أبرز شيء المنقطة الأشجار الصغيرة. المواد يعني الخيطرة النوعية من بداية المواد اللي نستخدمها اللي هي حبيبات بوليأثيلين واطي كثافة، وعندنا عالي كثافة بولي بروبلين، هاي كلها خاضعة للسيطرة النوعية. كذلك الأنابيب المنتجة تخضع للسيطرة النوعية داخل الدائرة، وعندنا مراكز التقييس والسيطرة النوعية وبالرصد. المشاكل اللي بدنا نعاني منها، احنا بدنا ننتج والمخازن مالتنا يعني ممتلئة تقريبا، احنا عندنا يعني أنابيب حتى تكمل بها، يعني مو بس أنابيب، يعني نلحمها بالفركشن بالاحتكاك، عندنا أنابيب ابو 2.5 يعني بها مواصلات، مو بس انبوب على شكل لفة، عندنا أنابيب على طول 6 مترات. هاي همين تلحم بها مواصلات أجرى أو بأجرى تستخدم بالمنظومات الري بالتنقيط. مكان الجيار قصاص أنابيب 16 ملم و20 ملم، 16 ملم بداخلها منقطة، بالساعة عد منقطات 6 لتر و4 لتر و8 لتر، تستخدم للخضر منظومات الخضار، وعندنا منظومات 20 تستخدم في تنقيط البساتين. وهذه المكان مكينة منشأها إيطالي تجميع أردني، طاقة القصوى 2400 متر بالساعة. المنقطات هاي عدة توربن، وعدة المنقطة جي آر الموجودة بداخل الانبوب 16 مثل ما قلت يعني 6 لتر بالساعة و8 و4 لتر، والتوربو عدة المنظومة 72 لتر بالساعة. شعبة الحقن وهي الشعبة الثانية في قسم الصناعات البلاستيكية
وتم تجهيزها بعدد من المكائن الحديثة ومن مناشئ تركية وتايوانية بهدف زيادة الإنتاج وتأهيل خطوط هذا القسم الحيوي للشركة، حيث تقوم هذه المكائن بصناعة الأجزاء البلاستيكية لمنظومة الري بالتنقيط